السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي وبصحة جيدة. قبل ما نبدأ الفيديو ديالنا نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة. اليوم وغادي نشارك معكم حلوة أكثر من رائعة، حلوة ديال دانو اللي دايرة ضجة في المواقع التواصل، كتجيب بأربع أشكال كيف ما هنا كتلاحظوا معايا، أشكال مختلفة من نفس العجين. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجنا 250 غرام ديال الزبده، عبه ديال ياغورت بنكهه ديال الفاني، خميره الحلويات من وزن 16 غرام، جوج كيسان ديال السكر حبيبات، 3 ديال البيضات، وجوج كيسان ديال زيت المائده. اول حاجه غادي نخدم الزبده جيدا مع السكر والزيت وقبسه ديال الملح حتى كيذوب لينا الزبده والسكر كذلك. كنخدم هاد المكونات مزيان، من بعد كنضيف 3 ديال البيضات، كنخدم كذلك هاد المكونات. حتى كنحصل على هاد الشكل اللي ضروري كنخدمو هاد المكونات مزيان. وهنا كنضيف العلبة ديال ياغورت بنكهة ديال الفاني، يعني كتجي هاد الحلوه لذيذه وشيشه وكتذوب في الفم وكتعطي كميه كبيره. يعني من نفس العجينه غادي نحضروا 3-4 اشكال مختلفه وبنكهات مختلفه من نفس العجين كيف ما غتلاحظوا معايا. هنا كنضيف الخميره الحلويات من وزن 16 غرام، من بعد كنضيف الدقيق تدريجيا حتى كنحصل على العجين ديالنا بهاد القوام. من بعد العجينه ديالنا كنقسموها لاربع كويرات. بالنسبه للنكهه الاولى غادي نضيف الكره الاولى فلون كراميل بنكهه ديال الكراميل، وغادي نخدمه مزيان. يعني ضروري كنضيف واحد القليل ديال الدقيق باش كنجمع، يعني العجينه ديالنا راه كتجي رطبه بالنسبه للنكهه الثانيه فخديت هنايا الكوار الثانيه، ضفت ليها جوج معالق كبار ديال الكوك، وكنجمع يعني العجينه ديالنا بالكوك مع الكوك. يعني كتجي هاد الحلوه ديال الكوك حتى هي لذيذه بهداك النكهه ديال الكوك، كتجي رائعه. وبالنسبه للكويره الثالثه غادي نضيف ليها، عندي هنا الكاوكاو من قبل حمرته وطحنته، كتجي حتى هي المذاق ديالها رائع بالكاوكاو، كتجي واحد المذاق هائل. جربوها كتجي اربع ما يكون، اللي غادي نزينها بالشوكولاته كتجي رائعه بالنكهه ديال الكاوكاو. بالنسبه للكويره الرابعه فغادي ناخذ هنا قشور ديال الحامض، اللي خديت حامضه وحكيتها بالحكاكه اللي كتكون رقيقه، وغادي نضيفها الكويره الرابعه، كتجي حتى هاد الحلوه بالنكهه ديال الحامض رائعه رائعه. جربوها كتجي لذيذه وكتعطيها هذاك القشور ديال الحامض واحد النكهه كاننا ضفنا ليها الحامض. بالنسبه للشكل الاول اللي كنحضروا على شكل اصبع بهذا الشكل، اللي بالنكهة ديال الكوك حضرناه على شكل أصابع، طريقة سهلة كتجي هاد الحلوة لذيذة سهلة في التحضير. وبالنسبة للشكل الثاني اللي نكهناه بقشور ديال الحامض غادي نحضرو بهاد الشكل بشكل ديال الشهتة، راه طريقة موضحة في الفيديو. وبالنسبة للشكل يعني الثالث اللي بنكهة ديال الكراميل فخديت هاد الطابع لي على شكل شمس، اللي كنحط كنطبعو بهاد الشكل وكنحصلو على هاد الشكل. فكناخد واحد أي أداة عندكم في الدار، كنوضع واحد الثقب في الوسط ديال هاد الحلوة باش كيجي الشكل ديالها بهاد الشكل. يعني راه طريقة واضحة في الفيديو، يعني ماشي بالضرورة غديروا نفس
الاشكال، فغديروا الاشكال على حسب المتوفر عندكم وعلى الاشكال اللي عجبتكم، يعني ماشي بالضروره ديروا نفس الاشكال. فانا فقط كنعطيكم افكار، فكيجي الشكل ديالها بهذا الشكل. وبالنسبه للشكل الرابع اللي بنكهه ديال الكاوكاو، فخديت الطابع عندي ديال ورقه ديال الشجر بهذا الشكل، كنبسطو بالدلاك بين ورق يعني بين البلاستيك غذائي، وكنشكلو بهذا الشكل، يعني كيجي حتى هو رائع، وكتجي هاد الحلوه رائعه في المذاق ديالها. وبهذا هما الاشكال اللي حضرت معكم. من بعد غادي نوضعهم في الفرن على درجه حراره يعني متوسطه، يعني الفرن ديال الغاز حتى كطيب. وعندي حتى هنا غادي نحضر الصلصه معكم اللي غادي نزين بها الحلوه الاولى. فخديت هنا كاس ديال الحليب، كاس ديال العنبه، وضفت ليه الكاكاو الحلو، وكنوضع هاد المكونات على نار هادئه حتى يعني كيتجانسوا ليا هاد المكونات. من بعد كنضيف 9 قطع ديال الشوكولاته السوداء. من بعد كنبدا نوضع الحلوه ديالنا، يعني من بعد ما كيتفى لينا اكيد هاد الخليط، كنوضع الحلوه ديالنا وكنزينها بالكوك باش كتجي الشكل ديالها على هذا الشكل، كتجي رائعه وهشيشه وكتذوب في الفم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه كتجي لذيذه. فالتزيين كيبقى اختياري على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر عندكم، فانا فقط كنعطيكم افكار. فهنا زينتها وزينوها كذلك بالكوفيتير والكوك، يعني كيبقى اختياري. فهنا زينتها بهذه الصلصه اللي كتجي سهله واقتصاديه. بالنسبه للشكل الثاني اللي ضفنا ليه الحامض، النكهه ديال الحامض، فغادي نزينوه بالشوكولاته البيضاء، فكيجي واحد التجانس ما بين الحامض والشوكولاته البيضاء، كيجي رائع، واحد المذاق هائل. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه كتجي حلوه هشيشه وكتذوب في الفم وسهله في التحضير ورائعه. وسبق راه حضرتها معكم في القناه بحبيبات الشوكولاته، يعني الحلوه ديال الشهده كتجي رائعه. وبالنسبه للشكل الثالث اللي على شكل ورده، فقد اكتفيت انني وضعت في داك الثقب ديال الحلوه الشوكولاته السوداء. وبالنسبه لهذا الشكل الرابع اللي على شكل ورقه، فغادي نوضعو نزينو عفوا بالشوكولاته البيضاء، من بعد ما كينشف ليا تماما غادي نوضع عليه خطوط ديال الشوكولاته السوداء كيف ما هنا كتلاحظوا معايا. وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي يعني الكميه اللي عندي ديال الحلوه، راه كيف ما كتلاحظوا معايا راه عطاتني الحلوه كميه كبيره تبارك الله، راه عطاتني 100 وتقريبا 130 حبه، يعني عطاتني حب على حسب يعني هاد الحلوة تحضروها فكتعطي كمية كبيرة، يعني بالنسبة لهاد المكونات اللي عطيتكم فراه كتعطي كمية كبيرة. وبالملاحظ بالنسبة للدقيق، فالدقيق كيبقى اختياري، كيبقى على حسب عفوا المكونات، يعني على حسب النوعية ديال الدقيق كتختلف من نوعية أخرى. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كتجي اكثر من رائعه شكلا ومذاقا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، يعني من عجينه واحده حضرت 4 اشكال بمذاقات مختلفه، يعني شكل ينسيك في شكل اخر، كتجي رائعه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ولا يعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتعليقكم محفزه وباشتراك القناه الى عجبكم اكيد المحتوى ديال القناه. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. عيدكم مبارك سعيد، يدخل لكم الصحه والسلامه وباش ما كتمنوا يا ربي. وشكرا على المتابعه، والى الملتقى في فيديو اخر في امان الله.